يعني هم قصدهم ان الجلسه دي عشان تصحيح بعض الاخطاء. بس ليه كلمه عاصفه؟ يعني كلمه عاصفه دي برضو بتضخم الموضوع شويه، بتعمل كان فيه يعني حزم وخناقات ومشاكل وبتاع وكلام من ده. والعناوين دي او الاخبار اللي بتبقى بالطريقه دي او بالكلمات دي بتعمل ايه؟ بتعمل ضغط على الفريق. لما تعمل ضغط على الفريق بتخش بقى في مشاكل ورا بعض. لكن الاهلي واعي قوي لكل هذه الامور، والاهلي عارف ازاي بيتعامل في كل السلبيات اللي ممكن يواجهها، وطبيعي ان يبقى فيه سلبيات ويتم التعامل معها. الاهم ان السلبيات دي تتلاشى باذن الله في المراحل الاقصائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. انا بتكلم دايما عن بطوله ابطال افريقيا، يعني ده حلم بالنسبه للاهلاويه في الحقيقه. فايلر يوبخ اجايب بسبب الفرص الضائعه، ضيع فرصه بصراحه سهلة، لكن إن شاء الله يكون أفضل في اللي جاي. رمضان صبحي بديلا لهداف الشتاء، وبيقول لك تحسبا إن الأهلي لو ما تعاقدش مع مهاجم في الشتاء في شهر يناير فترة الانتقالات الشتوية هيبقى رمضان صبحي مهاجم يلعب في المركز ده. والله برضو دي حاجة ترجع للمدير الفني، يعني هو اللي هيقرر ممكن رمضان يلعب في المكان ده ولا لأ. رمضان في الحقيقة ماشي بشكل جيد جدا، بيلعب في كل الأماكن تحت رأس الحربة بشكل رائع، وبيكمل كويس وبيجيب أهداف وحاجة كويسة. دي كلها أمور تكتيكية تتعلق بالمستر فايلر، وهو اللي يقدر يحكم مين ينفع في المكان ده ومين ما ينفعش، هو أدرى يعني. بيقول لك ايه تحذير فتحي وربيع من اشتباكاته، ما يعني هيفضلوا ماسكين في بعض يا جماعه، وما اصلا ما فيش حاجه، الموضوع لوم خلاص بقى نقفل الملف ده. بعض دايما بيتكلم في الموضوع. نروح لخبر اخر من مصر اليوم. مصر اليوم بيقول لك ايه، نسر الاهلي يحلق في افريقيا، ارتياح بعد ثنائيه الهلال. طبعا فايلر يوبخ المهاجمين بسبب اهدار الاهداف، يعني توجيهات ليهم عشان ان شاء الله نستغل اكبر كم ممكن من الفرص المتاحه. ويعد ازارو بالفرصه، الفرصه قائمه لازارو وان شاء الله هيكون موجود خلال الفتره الجايه طبقا لرؤيه مستر فايلر. عبد الحفيظ بيعلق على موضوع فتحي وربيعه، قال لك نرفزت ملعب زي ما قلنا لحضرتك، وصلاح ينتظم في التدريبات. اعتقد من بكره صلاح هينتظم في التدريبات، كان المفروض النهارده بس الواضح ان يعني زياده في الحرص يعني عشان يكون جاهز بشكل اكبر، ممكن يشارك في التدريبات الجماعيه بدايه من بكره باذن الله. نروح للوطن سبورت او جريده الوطن مش الموقع. جريده الوطن قالت ان الاهلي يعاقب فتحي وربيعه وازار ويقترب من ضم السومه. طيب بالنسبه لفتحي وربيعه وازار، وهات لي كده يا مجدي الوفد، قالت لك ايه الخبر اللي بعديه على طول؟ قال لك الاهلي يرفض معاقبه ازار. طب الخبر قبليه كده الوطن، قال لك الاهلي يعاقب فتحي وربيعه وازار. طب الخبر اللي بعديه هتلاقي كل واحد بيقول، كل واحد بيحاول يجيب المعلومه، وده شيء يحسب للناس يعني في الحقيقه. لكن في كل الاحوال لما بيبقى في عقوبات او بيبقى في اي حاجه، النادي الاهلي بتبقى جوه النادي يعني. الناس لو هتعاقب، هو اكيد بيبقى في عقوبات بالمناسبه، مش قصدي على الوقائع دي بشكل عام، وامور ممكن ما تكونش ظهرت للناس يعني، بيبقى في عقوبات بيتم اتخاذ قراراتها في الابواب داخل الابواب المغلقه يعني، ما بتظهرش على الساحه. ولو الاهلي عايز يعلن رسمي عن عقوبات بيعلن. نرجع للوطن، بيقول لك الاهلي يقترب من ضم السومه، الاجتهادات هتبقى كتير جدا واسماء كتيره جدا، واكيد حضراتكم شفتوا على مدار الفتره اللي فاتت وهتشوفوا على مدار الفتره الجايه اسماء عديده بتخص مهاجمين ينضموا للنادي الاهلي. يقول لك الاهلي اقترب من فلان، الاهلي اقترب من فلان، يعني مثلا الوطن النهارده قالت لك السومه، هنشوف الجرايد اللي بعد كده هتقول لك ايه على مدار حلقه اليوم. فريق يستعد لدجرة. طيب نخش على الخبر اللي بعده. الوفد الاهلي يرفض معاقبه ازارو، اتكلمنا في موضوع ده. جلسه صلح بين فتحي وربيعه الموضوع خلص مفيش حاجه اصلا. فايلر سعيد بالفوز على الهلال طبعا، ويكشف سبب تجاهل سعد وياسر. اما كاتبين في الخبر ان الراجل، اعتقد انه اتكلم في الجزئيه دي في المؤتمر الصحفي مستر فايلر، يعني البعض استغرب شويه ليه احمد فتحي بيلعب مساك رغم انه اجاد في الحقيقه يعني، بيجيد في اي مكان ما شاء الله عليه، وما لعبش ياسر ابراهيم او سعد سمير. وهي بتبقى وجهه نظر فنيه، في امور معينه عايز ينفذها المدير الفني، في لعيب يقدر ينفذ الامور دي، لعيب اخر ممكن ما يقدرش، وممكن اللعيب الاخر ده ينفذ امور ثانيه ما يقدرش اللعيب اللي انا نزلته في المباراه اللي فاتت دي ينفذها. كلها بتبقى رؤى للمدير الفني. يا جماعه في الاخر برضو الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ان الفريق يكسب، الفريق يؤدي بشكل جيد. بس مين يلعب مين ما يلعبش، بصراحه انا عن نفسي ما يفرقش معايا، يعني انا عن نفسي مش مهم مين اللي يلعب، انا مهم بالنسبه لي الاهلي يكسب. ما بحبش كمان دايما اعلق على المدير الفني خالص، الراجل ده بيبقى هو الظروف حواليه كلها، مستويات اللعيبه، الجوانب الفنيه، البدنيه، الجاهزيه، هو اللي شايفها، هو اللي عايش مع الفريق في التدريبات، فهو اللي هيقرر. فبالتالي في الاول وفي الاخر احنا عايزين الاهلي يكسب، مش عايزين اكتر من كده، بس
مين يلعب بقى مين ما يلعبش، المدير الفني له مطلق الحريه، وده النادي الاهلي، ده معروف النادي الاهلي، ما تلاقيش حد بيتدخل يقول لك مين يلعب ومين يقعد وكلام من ده. فمطلق الحريه مستر فايلر الاهم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي في الاخر ان شاء الله الفريق يحقق اهدافه يعني. طيب نروح لخبر اخر، منين بقى؟ تعالوا نروح للاخبار المسائي. الاخبار المسائيه قال لك